في مختلف الجبهات وتفقد قيادات بارزة في الساحل الغربي. تقدم في عدة جبهات بصعدة، والميليشيات وفكرها الضال يجعل الأبناء يستبيحون دماء آبائهم. استمرار معاناة المواطنين في الحديدة نتيجة انتهاكات وجرائم لميليشيات الحوثي الإرهابية. الثالثة والنصف بتوقيت العاصمة صنعاء، أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم. ضربات قاصمة تتلقاها ميليشيات الحوثي الإرهابية كل يوم، ومصرع قيادات بارزة في صوفيا تسقط في مختلف الجبهات، تلجأ على إثرها إلى اختلاق الأكاذيب والفبركات الإعلامية للترويج لانتصارات وهمية وقصص من نسج الخيال، غير أن اليمنيين باتوا يعرفون هذه الجماعة بخداعها وزيف ادعاءاتها، وهو ما جعلهم يعقدون العزم على وأد فتنتها وإنهاء مشروعها الطائفي الدخيل. لقي قيادي ميداني في ميليشيات الحوثي الإرهابية مصرعه بمعارك عنيفة مع القوات المشتركة في محيط مركز مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، عقب خسارتها قيادات أخرى كبيرة وتلقيها ضربات موجعة. أكد الإعلام العسكري التابع للمقاومة المشتركة أن القيادية فيما يسمى بقوات التدخل السريع محمد عبد الرقيب حسين المنصور قتل في مدخل مركز مديرية الدريهمي، لافتا إلى أن المنصور من أبرز القيادات الحوثية في جبهة الساحل، ويعد أحد أهم القيادات الميدانية لما يسمى كتائب بدر الحوثية، وكان يشغل قبل ذلك المسؤول المالي لما يسمى الهيئة النسائية الثقافية العامة للميليشيات الحوثية. وكانت الميليشيات الحوثية تكبدت خلال الأيام القليلة الماضية عشرات القتلى والجرحى، بينهم قيادات ميدانية بارزة اعترفت الميليشيات بسقوطها، حيث لقي المدعو منصور حسين صالح السودي قائد قوات التدخل السريع وأكثر من 15 عنصرا حوثيا برفقته نصرعهم في معركة تحرير مركز مديرية الدريهمي. كما لقي أبو هاجرة قائد محور الساحل الغربي للحوثيين مصرعة مع 7 من عناصره في ذات المديرية. إلى ذلك تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المواطنين في مديرية التحيتة، وتمطر منازلهم بقذائف حقدها بعد أن حاصرتهم خلال الفترة الماضية، وما كادوا أن يتنفس الصعداء بعد تحرير أبطال المقاومة الوطنية لمناطقهم، حتى عادت الميليشيات بجرم أكثر بشاعة. قربوا لبيت العوزين قالوا ننفقوا لنا القذائف عن النائمين فلتوا لي الصقف خربوا البيت. تتحدث هذه المرأة بغصة بعد سقوط قذيفة حوثية على منزلها الطيني وإصابة أمها المسنة بجروح بليغة في رأسها. وأمي ذاي الدم ينزف من رأسها، أمر الله يبقى الله يعاقب حسبنا ونعم الوكيل. آثار الدمار ملء المكان إثر القذيفة التي أطلقتها الميليشيات في ساعات الصباح الأولى، وكادت تودي بحياة الكثير بالنظر إلى وزنها الذي بالكاد ينوء هذا الرجل بحمله. كانت ميليشيا الحوثي بكسر منازلنا، ثلاث صواريخ اليوم الصباح الساعة 9:30 صباحا. منزل هذه الأسرة أضحى خرابا ومجرد كومة قش، ولم يعد أمام قاطنيه في الجرم الذي اقترفته الفئة الباغية سوى هذه الكلمات: وليست المرة الأولى التي تنهال الميليشيات بالقذائف على رؤوس المدنيين في مديرية تحيتا، متسببة في مقتل وإصابة الكثير منهم. بعد ما افطرنا كان جاءنا الصباح، اي الصباح يوم يجحنا قذائف، قذائف حوثية، اي حوثية يضربوا على المواطنين المواقع بعيدة. استخفاف الميليشيات بالأرواح والاستهداف المتكرر للمدنيين العزل يؤكد تجاهلها الواضح لكل المطالبات الداعية إلى تجنيب الأبرياء ويلات الصراع، ضمن خروقات مستمرة لكل قوانين الحرب والقيم والأعراف الإنسانية.
ولمعرفة جديد ما يدور في الحديدة وجبهة الساحل الغربي بشكل عام، ينضم إلينا مراسلنا في الحديدة عبد الوهاب نمران. عبد الوهاب، ما الجديد لديك؟ نعم، هو الله ناصر الجديد، الخسائر الكبيرة التي تتلقاها ميليشيات الإجرام الكانوتية الحوثية في جبهة الساحل وبالأخص جبهتي الدريهمي وزبيد، حيث أحرز الأبطال تقدم وتأمين في محيط مركز المديرية، مديرية الدريهمي من الجهة الشمالية والغربية، وتم تأمين مناطق شاسعة في الجهتين وتسليم المواقع التي تم تأمينها لوحدات التأمين المشتركة التي توافدت تباعا إلى منطقة المواجهات والخطوط الأمامية التي تم تطهيرها من قبل ألوية العمالقة المتقدمة. هناك خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، سقطت من هذه الميليشيات قيادات قيادي تلو القيادي منذ أقل من 4 أيام، وكل المواجهات تتكبدها الميليشيات للقياديين وخاصة الذي قاموا بزج المغرر بهم إلى جبهة الساحل الغربي عبر محافظة إب وزمار عبر طريق العدي. الميليشيات الآن بعد الخسائر الكبيرة التي تتلقاها وتقوم بقصف على المواطنين الأبرياء. قبل قليل استشهاد 3 مواطنين في قرية المنبر بمحيط مطار الحديدة من الجهة الجنوبية. هذا القصف العشوائي يأتي بعد الخسائر الكبيرة التي تتكبدها ميليشيات الإجرام والقتل الكهنوتية. قرية المنبر تعتبر القرية الأولى الاستراتيجية التي تعتبر بمحيط منطقة المطار، وعادوا النازحين إلى تلك القرية، لكن عند عودتهم منذ الصباح الباكر وتلك الميليشيات تقصف بالمدفعية منازل المواطنين من وسط مدينة الحديدة، تقصف مما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين في المنظر وجرح آخرين. حتى هذه اللحظة لم تستردنا أنباء عن الجرحى كم عددهم. مديرية الدريهمية الآن أصبحت المناطق التي تم تطهيرها تشهد هدوء حذر وتأمين مشترك من قبل القوات المشتركة، حيث ساندت وحدات من حراس الجمهورية وصدور اتهامة ساندوا أبطال العمالقة الذي قاموا بتطهير الجهة الشمالية والغربية لمركز المديرية وتطهير الطريق الإمدادي الرابطة بين بيت الفقيه ومركز مديرية الدريهمي. هناك انتصارات عضوية ومعنويات مرتفعة وإصرار كبير على اجتثاث هذه الميليشيات الكهنوتية. قصف آخر على مركز مديرية التحيتة من قبل الميليشيات الإجرامية نفسها. هذه الميليشيات عندما يتم تطهيرها من منطقة تقوم بقصف المنطقة التي غادرت منها جزاء المواطنين الذي قبلوا تلك الميليشيات طيلة أكثر من 3.5 أعوام عجاف، وتقوم برد الجميل للمواطنين الذي تكبدوا الخسائر بسبب وجود هذه الميليشيات، وعند مغادرتها قامت بقصفهم. هذه الميليشيات مشروعها موت، إن وجدت زرعت الألغام، وإن غادرت قصفت بالمدفعية وقذائف الهاون. هكذا هي وجه الميليشيات الحقيقي. لكن إصرار الأبطال هنا حراس الجمهورية وأخواننا أسود العمالقة وصقور تهامة على اجتثاث هذه الميليشيات لا مكان لهم، ومن يحلم إن تلك الميليشيات لا زالت في مصدر قوة فهو واهم. هذه الميليشيات مسألتها مسألة وقت وستنتهي، عزيمة عالية ومعنويات مرتفعة ولا حاضنة لها على مستوى الوطن. نعم، عبد الوهاب نمران مراسلنا في الساحل الغربي، شكرا جزيلا لك. وينضم الينا هنا في الاستوديو المحلل العسكري العميد الركن جميل المعمري، مرحبا بك. اهلا وسهلا بك اخي بندر. نعم، قيادات بارزه خسرتها ميليشيات الحوثي الارهابيه في الساحل الغربي وخصوصا في جبهه الدريهمي، قراءتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبه للقيادات التي سقطت من قبل ميليشيات الحوثي، بالتأكيد هي تدل على أن هناك أولا معركة ساخنة، وأن هناك استهداف كبير لكل القيادات التابعة لهم، واستماتة قياداتهم أو استخدام قياداتهم العقائدية الآن أصبحت ضرورية جدا، كونهم بدأوا يشعروا أن كل مقاتليهم يفرون من أرض المعركة وأصبحوا يعانون من هذه المشكلة التي أصبح الأشخاص أو المقاتليهم يبيعون السلاح في أقرب نقاط ومن ثم يهربون إلى مناطقهم أو إلى قراهم. لذلك الآن بدأوا يضخون بالعديد من القيادات ويحاولون الاستماتة
بالقوى العقائدية أو بالعناصر العقائدية، ولذلك نجد سقوط القيادات بشكل دائم ومستمر في جبهة الساحل، وستسقط العديد من القيادات أيضا في الأيام القليلة القادمة. معركة الحديدة الآن قادمة بشكل كبير، ومعركة تحرير بقية مديريات الساحل ابتداء من الجراحي وصولا إلى المنصورية ستكون في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله، وهناك بشائر ولكن هناك استعدادات كبرى لخوض هذه المعركة لكي نتجنب سقوط الضحايا من المواطنين وتجنب أيضا البنى التحتية والمدن الدمار الذي تسعى لإيصاله تلك الميليشيات. عادة ما تعلن الميليشيات عن قياداتها الهالكة بعد أيام وأحيانا بعد أشهر من مصرعها، لماذا برأيك؟ طبعا بالنسبة لهذه الناحية هم يعتقدون أن الإعلان عن سقوط قيادات تعتبر انهزام معنوي لأفرادهم ومقاتليهم، ولذلك دائما يخفون مثل هذه الأخبار ويعلنون عنها بعد فترة طويلة ودون إظهار ذلك بشكل كبير عبر الإعلام. نعلم أن أبو طه المداني الذي يعتبر أخو يوسف المداني هو أحد القيادات الكبرى للميليشيات وتعتبر من قيادات الصف الأول، وكان عضو اللجنة الأمنية العليا، ومع ذلك سقط في قصف القاعة الكبرى، وعندما ولم يعلن عن اسمه نهائيا، وأنا كنت مطلع على أمور سرية كبيرة في ذلك الوقت ولم يعلن إلا بعد عام. حتى ضحاياهم الذين يقتلون لا يتم الإعلان عنهم إلا بعد فترات طويلة لكي لا يعطوا حافز لأعدائهم أو لقوى التحالف والقوات المقاومة المشتركة لكي لا يتم نشر مثل تلك الأخبار، وتعتبر انتصارات بالنسبة للطرف المعادي لهم، ولذلك هم دائما يخفون سقوط قياداتهم. الوحيد الذي اعترفوا به هو صالح الصماد عندما سقط، واعتقد حتى عندما اعترفوا به لم يكن اعترافهم من محض لأنه كان هناك في فكرة للتخلص من صالح الصماد، وأنا أعتقد أنا صرحت في حين أن حتى وإن تم اغتيال صالح الصماد عبر الطيران إن لم يكن باغتيال من قبلهم، فأنا قلت في حينها أن اغتيال صالح الصماد كان بتسريب معلومات من قبل الحوثيين للتخلص منه، لأنه كان لا يحظى بشعبية كبيرة وكان هناك خلاف كبير بينه وبين محمد علي الحوثي. أما بقية القيادات فهم بالتأكيد لا يريدون أن يعلنوا عنها، ويحاولون حتى الإعلان ولو بعد شهر بعد شهرين بعد 3 أشهر وبالتدريج، حتى لو سقطت قيادات عديدة مثلا 4 قادة أو 5 قادة فلا يعلنون عنه في توقيت واحد لكي لا يعتبرون ذلك نصر لأعدائهم. نعم، تحاول الميليشيات استعطاف المجتمع الدولي لمحاولة إيقاف العمليات العسكرية كلما شعرت بالانهزام، لماذا تفسر ذلك؟ طبعا بالنسبة لهم هم ليس لديهم إلا استجداء المجتمع الدولي وعبر الجوانب الإنسانية التي يحاولون أن يقومون بتفجير هنا وهناك أو بقصف هنا وهناك، حتى قاعاتهم على فكرة في بعض الأحيان في بعض المواقف والمساجد التي تم تفجيرها كجامع الحشيش وبدر من أجل إيجاد المبرر للنزول إلى عدن وتعز لقتال الدواعش، وهذا كان كلها مبرد فبركات وأعمال إرهابية قاموا هم بأنفسهم بافتعالها، ومن ثم لإيجاد المبرر أمام المجتمع اليمني أنهم يقومون بقتال الداعش أو غيره، ومن ثم يقومون بالأعمال الإرهابية التي يريدون. أيضا المجتمع الدولي نلاحظ أنهم خلال الفترة الماضية بدأوا يستجدون المجتمع الدولي ويحاولون استعطافه أن هناك أعمال إرهابية أو أن هناك أعمال لا إنسانية حدثت في الحديدة وكشفوا، لكن ما يقومون به من جرائمهم لا ينظرون إليها، مثل جرائمهم اليوم في حيس، جرائمهم اليوم في التحيتة، في قصف المنازل، في قصف المناطق الآهلة بالسكان وتدميرها، كل هذا بالنسبة لهم لا يعني شيء، هم يريدون فقط استجداء العالم للجرائم التي أيضا يقومون بها ولا يقوم بها غيرهم. نعم، في تقرير لاحق في هذه النشرة سنتحدث عن استباحة الأبناء دماء آبائهم، يعني تعمل الميليشيات على غسل أدمغة منتسبيها ليستبيحوا حتى دماء آبائهم، كيف تقرأ ذلك؟ يعني سمعنا عن قصص يعني كثيرة، عن قصص عدم الطاعة للأب أو للأم، وأيضا قصص كثيرة من هذا النوع. طبعا
طبعا نحن كنا نشكو من التيار المتطرف أو الإسلام الراديكالي، لكن اليوم نجد لديهم خروج عن الإسلام. لا نستطيع أن نسمي هذا إسلام راديكالي ما يقومون به، بل هم خارجين عن الدين والإسلام والملة، ولذلك ما يقومون به من خلال القيام بغسل أدمغة الشباب وبالذات عبر مذكرات أو ما تسمى هذه ملازم سيدهم. طبعا هي أنا كنت مطلع في بعض الأحيان على ما يقومون به من خلال تحريف الدين أو تفسير الآيات القرآنية بما يخدم مصالحهم. بمعنى يعني أنا سأعطيك مثال، في إحدى المرات وأنا كنت حاضر لإحدى محاضراتهم، وأحدهم يقول أننا نقاتل الآن أولياء الطاغوت. قلت له من هم أولياء الطاغوت؟ قال أولياء الطاغوت هم من يوالون الطاغوت، في هذا العصر لا يوجد طاغوت غير أمريكا وإسرائيل. قلت له نعم. قال والسعودية هي من تواليهم، والجيش اليمني هو من يواليهم، فهؤلاء هم أولياء الطاغوت، ولذلك الله ذكر أنه يجب قتالهم ويجب. فمثل هذه الأشياء هم يحاولون يغيرون القرآن ويغيرون الدين ويحاولون يعني إعطاء إيحاء بأنهم هم أوصياء الله في الأرض، وأن هذا هو ابن رسول الله، وهو يجب أن لا يرفض له طلب، وأن تكون كل أوامره كأنها قرآن. يجب يعني في بهذا السياق هم يعبون أبناءنا وأبناء الشعب اليمني، ويحاولون من خلال هذه الزوبعات وهذه الفبركات أن يوهموا الأطفال أن آباؤهم قد يكونوا خرجوا عن قيادة السيد، وقيادة السيد أو أوامر السيد أو توجيهات السيد بالنسبة لهم هذا كأنه رسول الله، ولا يجب أن نرفض له طلب. ولذلك من يقوم برفض أي توجيهات لسيدهم هو خارج عن الدين ويجب قتله. في هذه المحاضرات يتلقون مثل هذه الأشياء. نعم نعم. المحلل العسكري العميد الركن جميل المعمري، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. في صعدة تواصل القوات الحكومية تقدمها في إطار عملية تطهير مركز مديرية باقم من ميليشيات الحوثي الإرهابية، أفاد مراسلنا أن القوات الحكومية سيطرت على مواقع قرب جبل شيحاط وعرف والمغرم في الجهة الغربية من مركز المديرية خلال معارك أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من العناصر الحوثية. ومعنا عبر الهاتف مراسلنا في صعدة والجوف عبد العالم دحلان. عبد العالم، ما هو الجديد؟ نعم، تحاول القوات الحكومية الآن من خلال منذ صباح تقدمها باتجاه جبال شيحاط بعدما سيطرت على تبابة ومواقع عسكرية كبيرة. أيضا كانت أيضا تتقدم في منطقة آلام ومرغم وكذلك عرف. يعني يمكن نلخص أن تقدمات الجيش الوطني بالجهة الغربية بدأت التحركات فعلية حقيقية توغلت بمساحة شاسعة في هذه المناطق، علاوة عن الجبهات المفتوحة الأخرى التي تتقدم بشكل تدريجي كونها بعيدة بشكل كبير جدا عن مركز مديرية باقم. سقط في هذه المعارك الكثير من قتلى الحوثيين، فيما أكدت أيضا لنا مصادر عسكرية أن الحوثيين يجمعون أكبر قدر من الحشد من مقاتليهم بتوجه إلى مركز مديرية باقم لصد تقدمات القوات الحكومية باتجاه المركز. أيضا كانت قد دارت أيضا مواجهات متقطعة أيضا في قلب معركة باقم الذي هو من الجهة من جهة قلب مركز مديرية باقم. في هذه الجبهة دارت معارك طفيفة منذ الصباح لم تكن محتدمة بشكل كبير جدا، لم تذكر طبعا هناك قتلى في هذه المعارك، لكن كانت هناك مناوشات اندلعت في هذا الصباح. مجمل يمكن أن نقول مجمل التفاصيل، والمعارك الجارية في مديرية باقم ستشهد بشكل كبير جدا وتتصاعد خلال الساعات القادمة، خصوصا من الجهة الغربية الذي بدأت القوات الحكومية بالتحركات الفعلية بعدما انضمت إليهم عربات مدرعة عسكرية وكذلك ألوية قتالية أضافت إلى هذه اللواء محور غزال اللي خوضها المعارك، كونه يعتبر الجهة الأقرب من مركز مديرية باقم. نعم، عبد العالم دحلان مراسلنا في صعدة والجوف، شكرا جزيلا لك. وفي تعز تكبدت ميليشيات الحوثي الإرهابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في مديرية مقبنة.
مصدر عسكري أكد أن معارك ضارية اندلعت بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي بعد محاولة عناصر الميليشيات التسلل إلى مواقع تابعة للقوات الحكومية في منطقتي الميدان والبركنة التي أحبطت محاولة الميليشيات وأجبرتها على الفرار وأسقطت عددا من عناصرها بين صريع وجريح. تكرس ميليشيات الحوثي الإرهابية بفكرها الضال ثقافة الموت والحقد في نفوس منتسبيها وجعلتهم لا يفرقون بين الخطأ والصواب، حتى أن البعض منهم باتوا يستبيحون حتى دماء أبائهم في جرائم بشعة ودخيلة على المجتمع اليمني. جرائم تقشعر لها الأبدان لم يعرفها المجتمع اليمني إلا مع وجود ميليشيات الحوثي الإرهابية، وتلاقي هذه الجرائم استنكارا شعبيا واسعا كونها تتنافى مع عادات وثقافة المجتمع اليمني. مؤخرا قضى أحد الآباء نحبه في صنعاء متأثرا برصاص نجله العائد قبل ساعات من جبهات القتال مع ميليشيات الحوثي الباقية، والذي باغت والده بعدة طلقات بعد عودته من جبهة الساحل الغربي إلى منزل الأسرة في ضواحي صنعاء. وسجلت حوادث قتل مشابهة خلال النصف الأول من العام الجاري راح ضحيتها العشرات من الآباء والأمهات برصاص أبنائهم في وقائع تعكس التعبئة الإجرامية والخاطئة لميليشيات الحوثي. في مطلع العام الحالي فتح مسلح حوثي النار على عدد من أهالي بلدته الريفية بمحافظة ريمة، مما أدى إلى مقتل وإصابة نحو 7 أشخاص. وفي نهاية العام الماضي قام مسلح حوثي أثناء عودته إلى منزله في محافظة عمران بقتل والده بعد نقاش قصير حمل الأب خلالها ميليشيات الحوثي المسؤولية عما يجري من تدمير لمؤسسات الدولة. وبعدها صوب المقاتل الحوثي سلاحه نحو رأس والده المسن وأفرق طلقات عدة كانت كفيلة بقتله. التعبئة الخاطئة والظلامية للفكر الكهنوتي لا يقتصر خطرها على إدخال اليمن في أتون حرب عبثية وتفرقات عنصرية بغيضة لإقحام المجتمع في صراعات اجتماعية، بل تعداها إلى أن يقوم من يخضع لدورات الحوثي بقتل والديه. وبالقياس عن ما هو معلن فإن اليمن ستواجه جرائم بشعة نظرا للكم المهول من المقرر بهم الذين خضعوا للتضليل الحوثي. في محافظة حجة اختطفت ميليشيات الحوثي الإرهابية عددا من مشايخ وعقال مديرية حرب بعد رفضهم الزج بأبناء القبائل في القتال مع الميليشيات الإرهابية. حالة من التخبط والارتباك التي تعيشها الميليشيات الحوثية جراء هزائمها المتتالية في مختلف الجبهات دفعها إلى البحث عن المزيد من المقاتلين ترفد بهم جبهاتها المتصدعة، ومن يرفض يكون مصيره السجون التي اكتظت بها المناطق الخاضعة لسيطرتها. مؤخرا أقدمت عناصر الميليشيات على اختطاف عدد من المشايخ في حرض بعد رفضهم الزج بأبناء القبائل في القتال مع الميليشيا الإرهابية، من بينهم الشيخ مجاهد هادي مهدي بعد رفضه إرسال المزيد من أبناء قبيلته للقتال مع الميليشيات، خصوصا بعد أن أصبحت العناصر الحوثية محاصرة من حيران وميدي وأصبحت استعادتها مسألة وقت، فلجأت إلى إجبار الأهالي للزج بالمزيد في أتون محرقتها. الميليشيات كانت قد اختطفت في وقت سابق شيخ منطقة بني الحداد إحدى أكبر عزل مديرية حرض جراء رفضه إرسال مقاتلين إلى جبهات الميليشيات المنهارة، حيث زادت أعداد القتلى من أبناء القبائل الذين تكتفي الميليشيات بالإخبار بمقتلهم فقط، ما أثار غضب أهالي المديرية. النازحون أيضا كانوا عرضة للانتهاكات الحوثية، حيث كشفت مصادر عن اختطاف أطقم تابعة لجماعة الحوثي نازحين بمدينة حجة عاصمة المحافظة بعد رفضهم المشاركة بالقتال في الحرب العبثية التي افتعلتها جماعة الموت. معاناة مستمرة يكابدها سكان محافظة الحديدة جراء الجرائم والانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي في حقهم. قصص معاناة يرويها من تكبدوا انتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية لحقوقهم وقص منازلهم. أذهب للدنيا دلوقتي نمشي شوريك أمشي شوريك وطولي مبواب وطولي مربعي وطولي مقدرة هذا الحوثي ذا اللي عتوبة ذا حين أنا داري منين قبول أنا يا
خرب لنا الدنيا تخريب، خلحنا في العرض نقزع زنام، ما هو مش عيب ولا زعابه. كيف من قلبي قلبي تعب وسني نفخ خارجو، كيف من قلبي امدى ما عدني اقحش مكانني الا الان بين بلوك بين قتل ولتني نفر امدم ولا قدرت اقاسي من مدور من بلوك ومن اي حاجة الله كثيرية بيكوني بنتي عاد قالت شي الدنيا صواريخ ما بصواريخ ما بصواريخ لن نرقد ولن ننام نبيض تحت انقعايد احنا بين المحمي مقربين احنا مشمتين احنا هالكين احنا مطردين من بيوتنا ده علاش نطرد يا بايكين ده احنا مطردين الله يطرد بون ان شاء الله في السماء يجعل لحمونا الطيور ان شاء الله والكلاب هربوا وتخبوا كل واحد القطن فيران قريب كل واحد ذك 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 هربونون ها ساكن حنين لها أمناتها 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 صواريخ وصواريخ وصواريخ التام الثلاثة وقعنينها بينهم دار حقبة الحذاري والله ثلاثة خاذل خاذل الله يمزقون يمزق حالهم يتعبرون إن شاء الله الله يحكمهم إن شاء الله لما رحنا وخربوا حنا وخربوا بيتهم هذا علوة أنبيوت كل حق الناس مكابر مكابر هم ده اللي حويته من غيرهم الذي يرمحنا سواء مع من ده شوف أولاده هنا انت الخزان اللي قطع فين ده هنزولي قطع لي رجلي قطع لي ذي اللي كان مدد علي حمد حميد مدرس ما يشتش المدرس يشو المدينة الآن احنا عندهم كل حالة دواعش وقعان قضيفة من نوع هذا هوزار تقريبا ضربا هنا في ذا المكان مفقران الباب والباء أرسلوا به الحوثي من المزارع هذه القريبة من المدينة فقران وخرابان وكسروا الدنيا تكسير من ضمنها خزانات حكمية يقول على أنهم يضربوا الدواعش والأمريكيين أمريكا قال هنا وإسرائيل ومدري ما هو يحاربوها وهم يحاربوا اليمنيين أكثر الناس من الأطفال والنساء الذي ماتوا وقعوا ضحايا في ذي المنطقة في مديرية عيس ما حصلنا من إيران إلا الدمار والتشتيت المرة الثانية والثالثة وحن غير أبواب مو في نفس المكان استهدف المكان مرة حصلنا ومرة ضرب في مسجد هنا بالقواب أقل هوا من هنا ضرب لعرض القدر ده شبايا من هنا شوف شلو المكان ده الثاني رفع الزيت واستمرت النشرة فيها بعد الفاصل زلزال عنيف يضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية ويخلف مئات الضحايا أحييكم يا رجال الرجال وشد على أيديكم هي عيشة واحدة يا عشناها بكرامة يا دهنا أنفسنا تحت الأرض ونعاهد شهدائنا بأن دماءهم لن تذهب هدرا ونلتقي في ميدان العزة والشرف والكرامة بإذن الله أعربت الخارجية الأمريكية عن مخاوفها من ممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق الشعب اليمني وما تمثله من تهديد للتجارة العالمية وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نورث في تغريدة على حساب الخارجية الأمريكية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن واشنطن قلقة تجاه الهجمات الحوثية التي تحول دون التدفق الحر للبضائع مؤكدة أن ما ترتكبه الميليشيات موثق
لديهم. وتزايدت المخاوف الدولية جراء الاعتداءات الحوثية المتصاعدة في مضيق باب المندب والتي تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي. ضرب زلزال بقوة 6.9 على مقياس ريختر جزيرة لومبوك الإندونيسية مخلفا عشرات الضحايا، وأيضا دمار هائل في المنازل والمباني ما اضطر السكان للنزوح من منازلهم. قتل ما لا يقل عن 164 شخصا وفق آخر إحصائية للسلطة الإندلسية في الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك، فيما أصبح أكثر من 150,000 شخصا بين المشردين. وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين بين الإنقاذ في قرى دمرت بكاملها، فيما يرجح أن ترتفع حصيلة الخسائر البشرية بشكل كبير. وضرب زلزال قوته 7 على مقياس ريختر الجزيرة الإندلسية وأسفر عن هروب عشرات الآلاف من المواطنين من منازلهم التي تضررت بشكل كبير. المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في البلاد قال إن جهود الإجلاء تكثفت، غير إن مشكلات كثيرة على الأرض عاقت عمل فريق الإنقاذ. ورغم العوائق التي فرضتها الطبيعة تواصل فرق الإنقاذ إزالة حطام المباني التي أنهارت، في وقت أعلن حاكم إقليم جزر سونداي الغربية إن الموارد البشرية في الجزيرة محدودة، مما سيلتزم وجود مساعدين طبيين في الملاجئ الهشة. الزلزال أتى بشكل تام على بعض القرى في الجزيرة البالغة مساحتها حوالي 4700 متر مربع، وبات السكان ينامون في العراء بعيدا عن منازلهم. خبراء اقتصاديون يؤكدون وجود عوامل أثرت على تدهور العملة الوطنية، في مقدمتها نهب الحوثيين الاحتياطي البنك المركزي من العملة المحلية والصعبة. والسلطات الإيرانية تلجأ للعملات الرقمية للحد من انهيار الاقتصاد في البلاد، وغيرها من الأخبار في الملف الاقتصادي. نبدأ جولتنا الاقتصادية محليا، حيث أكد خبراء اقتصاديون أن هناك عوامل مؤثرة أدت إلى تدهور العملة الوطنية. يأتي في مقدمتها سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، ونهب احتياطي البنك المركزي من العملة المحلية والصعبة، ونهب الصناديق الأخرى وحساب المؤسسات السيادية والمدخرات، فضلا عن عدم التخلص من العملات التالفة وإبقائها في خزينة البنك بعد سحبها من السوق ومن ثم صرفها للموظفين على شكل رواتب، رغم أنها فقدت قيمتها عندما تم طباعة البديل عنها، مما سبب تضخما للعملة وانهيارا دراماتيكيا. كما قام الحوثيون بتهريب العملة الصعبة من احتياطي البنك، وما تم سحبه من السوق المحلية إلى الخارج للهروب من المحاسبة بعد الحرب ولشراء العقارات والمضاربة بالاستثمارات في الأسواق الخارجية. وأضاف الخبراء أن من بين أسباب تدهور الريال اليمني عدم التوريد للبنك المركزي من عائدات النفط والجمارك والضرائب، ما جعل الغطاء الائتماني للبنك في أدنى مستوياته، وكذلك طبع العملة دون غطاء تأميني، وهو ما سبب تضخما بالعملة وفقد قيمتها أمام العملات الأخرى، فضلا عن انتشار المصارف غير المرخصة بشكل كبير والتي قامت بسحب العملة الصعبة من السوق المحلي. لجأ الطهران إلى عملة البيتكوين الرقمية في محاولة منها لتجاوز الانهيار الاقتصادي الحاصل وتدهور الريال الإيراني إلى أدنى مستوى. وتعد العملة الرقمية وعلى رأسها بيتكوين سوقا ضخمة لتحويل الأموال والتبادل التجاري بعيدا عن أعين المصارف الدولية، وبالتالي فإن البنك المركزي الأمريكي نظريا لا يستطيع تقفي آثار الأموال المحولة رقميا من وإلى إيران. خبراء اقتصاديون اعتبروا استخدام إيران للعملة الرقمية سيقضي على سمعتها تجاريا، كونها ستصبح البلد الوحيد في العالم الذي يستعين بالعملات الرقمية بشكل علني للقيام بعمليات غسيل أموال دولية. خفضت شركة تسويق النفط العراقية سومو سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لآسيا لشهر سبتمبر بمقدار 50 سنتا عن الشهر السابق. وحددت الشركة السعر الرسمي لخام كركوك في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بعلاوة 55 سنتا للبرميل فوق مؤشر أرجوس. استبعدت وزارة المالية الروسية إمكانية فرض عقوبات أمريكية على الدين العام لروسيا،
وأضافت أن السوق المالية الروسية وجدت نفسها تحت الضغط مجددا بسبب الأخبار حول المبادرة القانونية من قبل البرلمانيين الأمريكيين الذين يسعون لتوسيع العقوبات ضد روسيا بشكل ملموس لتشمل السندات السيادية للبلاد. وكانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي قدمت مسودة قانون تشمل إجراءات مناهضة لروسيا، بما في ذلك فرض عقوبات على الدين الحكومي الجديد والمصارف المملوكة للدولة. وأخيرا، أكدت شركة BMW الألمانية لصناعة السيارات أنها ستسحب 323,700 سيارة من أنحاء أوروبا بسبب خلل في إحدى القطع يمكن أن يؤدي إلى اشتعال حريق في المحرك، منها نحو 100,000 سيارة في ألمانيا، فيما تتوزع البقية في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكذلك كوريا الجنوبية. وقالت الشركة العملاقة إن السبب هو قطعة بها عضل تسمى مبرد إعادة تدوير غاز العادم الذي يولد رواسب إضافية تتسبب في احتراق المحرك. وفي الختام تذكير بأبرز العناوين. ميليشيات الحوثي الإرهابية تتقهقر في مختلف الجبهات وتفقد قيادات بارزة في الساحل الغربي. تقدم في عدة جبهات بصعدة، والميليشيات وفكر الضال يجعل الأبناء يستبيحون دماء آبائهم. استمرار معاناة المواطنين في الحديدة نتيجة انتهاكات وجرائم ميليشيات الحوثي الإرهابية. لقاؤنا في 5:30 على خير، في أمان الله.